بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. جيتكم اليوم من مطبخ الزهراء الجزائرية أم ساجدة بتحضيرات العيد. بدينا بالمقعود على الطريقة التقليدية. نحتاج فيه 3 أعبار سميد يكون متوسط، ونضيفوا لهم ملعقة صغيرة من الملح باش ما يجيناش مسوسي جبنين، ونحطو عبار تاع سمن ناقص صبع، مش معمر السمن، عبار تاع سمن ناقص شوية. هذه الطريقة نخدمو المقروط في ساحته، منخلوش يرتاح، يبات ليلة كيما موالف، نخلو هذا نخدمو في نفس الوقت. في نفس الوقت خدمنا هنا سمن المدينة، أنا استخدمت سمن المدينة، نبسوه مليح حتى يدخل السمن جميع حبيبات، يترمل مليح. نضيف ملعقتين سكر من اجل الحصول على اللون الذهبي للمقروط، يتكراميلان يخرج لون الكراميل، يخرج هذاك اللون الذهبي. السر هو في ملعقة السكر. نرملوه مليح، ندخلوا له السمن مليح مليح، ونخلوه يرتاح. والوقت اللي نحضروا فيه التمر، هذا مقروض اكسبريس وناجح، لن تستغنوا عن هذه الوصفة ابدا، وصفة الجديس. السر في هذا الوصفة هو السكر. أنا هنا مجدة تمر خدمتها قبل، فورناه، نقيناه من العلوف وفورناه، ومن بعد ضفت له عجنته بالسمن، ودرت له القرفة، ودرت كمية من القروفل والكبابة. هذا سر تاع جداتي الله يرحمها، كبابة والقروفل وفتا القليل من الفلفل الأسود، ونخدموها مليح، ومن بعد نشكلوها حرابيش باش تجينا سهله في الاستعمال. والسر سر الذوق في الكبابه والقروفل، هذا سر تاع جداتي الله يرحمها. هنا نبداو التحضير تاع المقروط تاعنا. ناخذوه عبر تاع غير مملوء، نكملوا العبار، نكملوه بماء الزهر. في العبار اللي درناهم 3 أعبار تاع سميد، نحتاجوا عبار تاع ماء يكون كافي، وكل واحدة على حسب السميد تاعها، قادرة تستخدمه كل الكل، قادرة تخليه، قادرة تزيد شوية، قادرة يبقى لها منه. أنا استخدمت عبار واحد، في 3 أعبار سميد عبار ماء. نقسم السميد على أجزاء باش ما ينشف ليش الرون بالجزء، ونبدأ نخدم. نشمخاه بالله، وشغل نفتلو برك، ما نعجنهش، وين نفتلو قد ما يدخل فيه الماء، بعد حتى نحسو ولا شغل يتعجن، نتوقف ولا يخرج منه مادة بيضاء، نتوقف ونخليه ينشف، يشرب هذاك الماء السميد، يشرب هذاك الماء تاعو باش ما يتشققليش في علاش نوصلوا لهذه الدرجه، باش ما يتشققناش كي نحطوه في يتقلى في المقله، ونخلوه يرتاح. غير ندورو دقيقتين اثنين ينشف الخليط، ينشف. نبداو في التشكيل تاعو، تنتحصلوا على هذا القوام، ما تخافوش منه. انا هنا ضفت القليل من السميد، نبسس خليه يرتاح، من بعد تعاودي ترجعي له تلقاي في تلقاي يحكم روحه. تبدا يتشكلي، نشكلو حربوش طريقة المقروط التقليدية، الكل يعرفها هذه، نشكلو حربوش
ونحطه فيه محشوب التمر ونشكله المقروض تاعنا عادي. انا مقروضين نخدمها بالطابع. تصبح العجينة لينة تحكمي فيها عادي، ما تخافيش منها، هي خليها تشرب باش ما تتحلكش في المقلاة عند القلي. انتي تتحكمي في سمك الحبة تاع المقروض اذا كانت سميكة ولا صغيرة. نشكلو، نحضروا جميع الكمية، نحضروها قاع ومن بعد نبداو القلي، ما نقلوش وحنا نخدمو حتى نكملو نخلصو الكمية كاملة اللي عندنا تاع المقروض باش نبداو نقلو. نخليكم مع الطريقة. البنات اللي تسي الطريقه تحط لي في التعليق اذا نجحت لها ولا لا. الطريقه مضمونه 100%. نكملو تحضير الكمية كاملة وبعدها نبداو بالقلي. أسهل من هذه الطريقة ما عادش تلقاي، أسهل وأنجح طريقة ممكن تجربيها. وعمرك ما تعجني المقروض، دايما نخدمها غير بصبعنا، شغل نفركتوه برك ونعاودو نلموه ما نعجنوش. ونستمر في التشكيل. بعد ما شكلنا كامل الكمية نبدأ في القلي، نحط زيت يكون غزير الزيت، نسخنوه ونطيبوه على نار هادية. هذا اللون اللي نحصلوا عليه بسبب ملعقتي السكر اللي حطيناه. السر في هذا اللون هو ملعقتي السكر. نعسلوه نحطوه سخون في العسل مباشرة من المقلاة، من بعدها نعسلوه ونحطوه يقطر. هذه تعسيلة الأولى، عند التقديم نزيدو نعسلوه المرة الثانية. هذه في النتيجة النهائية، خرج شباب بزاف ومفتت مرمل. جربوه البنات راح يعجبكم اكيد، انا متاكده ان الطريقه راح تعجبكم وسهله. وكل عام وانتم بخير ان شاء الله، ان شاء الله يا رب يرفع علينا هذا الوباء ونعيدوا بالصحه والهنا ان شاء الله، ونتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله، ولا موضوع تاع خياطه جديد ولا موديلات خياطه جديده. ما تنساوناش من الدعم والاشتراك والجيم والبارتاج باش بيكم تكبر قناتنا. جم رمل ومعسل.